يا مساء او صباح الفل عليكم في كل مكان. معدنا دلوقتي مع رعب وقصه جديده. النهارده الحلقه رقم 86 في الموسم الثاني من برنامجنا الرعب الاذاعي حولنا. وحلقتنا النهارده هي قصه بعنوان موقد الشر خمله، كتبها العبد لله. بس مبدئيا كده قبل اي حاجه، من فضلك لو مش مشترك في القناه انزل حل نشترك وفعل علامه الجرس ليصلك كل جديد. ولو عجبتك القصه دي ما تنساش تضغط لايك وتعمل شيء. تعالوا بقى نشوف الموضوع. جاهزين؟ يلا بينا. يمكن مش كل اللي بنشوفه قدامنا بس هو اللي موجود، مش كل صدفة تحصل في حياتنا نقول العالم آخر. الجن هم أقوام تستوطن باطن الأرض وتعيش وتتكاثر مثلنا تماما. ولكن خلينا نتطرق لإحدى القصص التي حدثت بالفعل مع أحد أقاربي، واسمحوا لي إني أتكلم على لسانه وأحكي تجربته اللي أقل ما يقال عنها إنها تستحق القراءة أو الاستماع. أنا فارس، طالب في ثانوية عامة من سكان الوادي الجديد. أنا فرد من أسرة بسيطة جدا من الفئات المتوسطة، عايش مع أبويا وأمي وأختي الوحيدة أميرة اللي أكبر مني بخمس سنوات. للعلم أختي مخطوبة وخطيبها سافر الخليج في فترة الخطوبة علشان يكون نفسه، وبتحال على المعاش من وظيفته في أحد المصالح الحكومية بسبب تعبه الشديد، مما أدى إلى تدهور حالتنا المادية جدا. طبعا مفيش معاش دلوقتي بيكفي صاحبه مع غلاء المعيشه والاسعار اللي كل يوم في زياده. وفي يوم كنا قاعدين انا وماما واختي نتكلم عن الحياه الصعبه وعن مرض والدي واننا لازم نلاقي حلول علشان الحياه تستمر وبيتنا يفضل مفتوح. وبعد مشاورات كتير اجمعنا على قرار ان حد مننا يشتغل، انا او اختي، لغايه حاله بابا ما تستقر على امل رجوع العمل. وفي الوقت ده كانت بدايه اجازه اخر العام. قلت لهم خلاص يا جماعة، أنا ممكن أستغل وقت الأجازة ده وأدور على أي شغل يسدد احتياجات البيت وعلاج بابا. في الوقت ده تدخلت أختي وقالت لي لا يا فارس، أنت انتبه لدراستك وأنا ممكن أشتغل بالمؤهل في أي مكتب أو أي شركة، وأنت مساعدتك ليا أنك تنتبه لدراستك وبس، لأن بابا مش هيخف ولا هيقوم لما يعرف أنك أهملت دراستك علشان أي سبب من الأسباب. قلت لها طيب انا هساعد باي حاجه في وقت الاجازه بس. المهم وافقت اختي، وبالفعل قدمت اختي في مكتب توظيف واشتغلت، وما كانش باقي غير اني ابدا رحله البحث عن شغل. تاني يوم رحت لعصام صاحبي في الدراسه ووالده صاحب والدي وكلمته على شغل، وقال لي والدي عايز حد يشتغل في المطعم كاشير. معلش يا صاحبي، هي شغلان على قد الحال لكن ده بصفة مؤقتة، وانت عارف ان بابا بيحبك وبيعتبرك اخويا مش مجرد ابن صديقه. قلت له يا عصام اي حاجة ما تفرقش، وقد كان. استلمت الشغل والحمد لله كنت مرتاح جدا بالشغلانة الجديدة، وحياتي بدأت تاخد نمط جديد كنت مفتقده في نفسي جدا، وهو الاعتماد على النفس. اسف اني طولت عليكم في تعريف نفسي ليكم، لكن كل تفصيلة قلتها في كلامي هتفيدكم اكيد بعد كده. حكايتي بدأت في يوم وكنت في شغلي، وكانت الساعة حوالي 5 المغرب. دخل شخص شكله غريب جدا المطعم. اوصف لكم شكله بالظبط، كان طويل نوعا ما، لابس عباية، عارفين العبايات القصيرة بتاعت السودان دي بالظبط هي، ولابس عمامة كبيرة جدا دقنه يمكن اطول من شعره، سودة تماما. ولكن لاحظت الأغرب من ده كله، في نص دقنه كان فيه 7 شعرات زي شعر الفرس. قدرت أحدد عددهم ازاي؟ لأنهم كانوا بحجم فعلا شعر الفرس الطبيعي، يختلفوا تماما عن بقية شعر دقن، خلاف انهم كانوا أطول. عينيه كانت بارزة جدا لبرا، وشه شاحب جدا، والله أنا خفت منه وطلب أوردر من زميلي على علي، ودخل أكل وخرج طلب الشيك وحاسب. لكن وهو خارج بصلي بصة غريبة جدا، ما لقيت لهاش اي تفسير او حتى سبب اي سبب. نظر لمدة 3 دقايق، بمجرد ما عيني جت في عينه حسيته كأن روحي بتتسحب مني. بعدها سابني وخرج من باب المحل ومشي. لكن في اللحظة دي لقيت بينتابني شعور غريب ورغبة ملحة في اني اخرج وراه، معرفش ليه وايه سبب اهتمامي بيه، ولكن انا عايز اروح وراه خلاص. وبالفعل خرجت وراه، وبمجرد ما بصيت عليه وهو ماشي اختفى مره واحده وكانه ما قابلنيش اصلا.
في اللحظة دي لقيت المشهد كله بيتبدل علشان الاقيني قاعد مع عصام صاحبي في بيته، ولسه بيكلمني عن طلب والده انه عايز حد يشتغل كاشير في مطعمه. طب ازاي؟ انا استلمت الشغل وبالفعل اشتغلت لمدة 5 ايام. قلت له عصام، انا ايه اللي جابني هنا؟ قال لي نعم، يعني ايه؟ قلت له ايوه، ايه اللي بيحصل؟ رد قال لي ما اعرفش والله ايه اللي بيحصل وبيهزر. قلت له عصام من فضلك انا مش بهزر. قال لي انت اللي بالتأكيد بتهزر، وهزار ماسخ كمان. بصيت له بعصبية ولسه هخبطه قاطعني، وقال لي انت بجد مدرك اسئلتك المريبة دي؟ ما ردتش وقمت علشان اخرج، لانه بدأ يبوخ في كلامه وانا مش حمل التهريج. انا ضاع من عمري 5 ايام في اقل من 10 دقايق، مش فاهم ازاي. وانا قايم وبتوجه لباب اوضته علشان اخرج، بصيت عن عمد على نتيجة متعلقة عنده في اوضته. هقول لكم ايه الغريب فيها بعد شوية. عصام لما لقاني بالفعل اتضايقت وحس انه كان بايخ معايا في الكلام، شاف اني بتكلم جد ومنهمك في تفكيري. قال لي يا عم خلاص، رايح فين؟ خلاص هقول لك اللي بيحصل، انك لسه جاي لي من دقايق طلبت مني اني اساعدك في انك تلاقي شغل، وانا عرضت عليك الشغل وانت عملت الحركات الغريبة اللي عملتها من شوية دي. فارس، لو بتعمل كده علشان ترفض الشغل بذكاء منك فانا بقولها لك، ممكن جدا تعتبرني ما عرضتش عليك الشغل، عادي جدا. قلت له يا عصام والله انا وافقت على الشغل بعد ما قلت لي معلش يا فارس، هي شغلانة على قد الحال، لكن ده بصفة مؤقتة، انت عارف ان بابا بيحبك وبيعتبرك اخويا مش مجرد ابن واحد صديقه. وانا وافقت وبالفعل اشتغلت حوالي 5 ايام. قطعني وقال لي ايوه، بس ازاي عرفت اني هقول لك كده؟ انا فعلا كنت هقول لك كده وانت قطعتني بشويه الهبل اللي انت عملته ده. قلت له يا حبيبي انت فعلا قلت لي كده وانا وافقت. قطعني وقال لي وبعدين ايه استلمت الشغل واشتغلت 5 ايام دي؟ فاهمان انا مش فاهمها، انت اساسا ما بقالكش 5 دقايق قاعد معايا. قلت له يا عصام صدقني انا ممكن اقول لك احداث ال5 ايام دول في الشغل وفي الشارع وفي البيت لو مش مصدقني. انا مش كذاب يا عصام. قال لي مش فكرة اني مش مصدقك، الفكرة هنا انك ما قمتش من مكانك ده من 10 دقايق اهو. مش فاهم. استنيتش يكمل تعقيبه وبدأت احكي له اللي انا فاكره، وحكيت له لغاية ما الراجل الغريب ده جالي المطعم. ولكن في حاجة غريبة ما خدتش بالي منها طول ال5 ايام. الحاجة دي اني ما شفتش حد من صحابي ولا معرفي ولا عصامي اللي المفروض اني اشوفه كل يوم بحكم انه ابن صاحب المطعم، وغير كده هو صاحبي، وما شفتش كمان حد من اهلي، وحسيت اني عايش في دنيا لوحدي. ما بقتش فاهم حاجة. بعدها سبته بعد ما رفضت الشغل واعتذرت له لاني رفضت الشغل بدون سبب من وجهة نظره. ورجعت البيت لقيت حسام خطيب اختي رجع من السفر بيزون، تقريبا اختي بلغته بتعب والدي. رحبت بيه وسلمت عليه واستأذنت منه اني ادخل انام لاني كنت مجهد جدا ومش فاهم ليه، كأني اشتغلت ال5 ايام بالفعل بدون توقف، ولا انا اشتغلتهم فعلا ولا ايه؟ بس ازاي وعصام بيقول اني حتى ما سبتوش دقيقة؟ طب ازاي؟ والاغرب من ده كله اني لما رحت لعصام افتحه في موضوع الشغل اليوم ده اتدخلكم 29/6/2014، ولكن النتيجة اللي متعلقة في اوضة عصام كانت بتقول غير كده. اللي شفته ان عدى بالفعل 5 ايام من تاريخ اليوم المشؤوم المهبب ده. انا تعبان، دخلت نمت وكانت الساعة وقتها حوالي 9:15 مساء، نوم عميق، اول مرة انام بالعوم كده. للعلم انا نومي خفيف جدا لدرجة ان لو حد حتى من قدام اوضتي بالليل وعمل اي صوت بعفوية ممكن اصحى. في الليلة دي حلمت بنفس السيناريو بنفس التفاصيل، ولكن في الحلم الشخص اللي قابلته ده، واللي مش عارف قابلته في حلم ولا علم ولا هو مين اصلا. في الاول ظهر لي بهيئته، ولكن لما خلص نظرته ليا والتفت علشان يمشي، وبعدها خرجت وراه ما كانش بيختفي زي اللي شفته اول مرة. ده كان بيتبدل، ايوه بيتبدل علشان الاقيه حسام خطيب اختي، ويرجع بيتشكل تاني على هيئة شخص تاني اعرفه كويس جدا، ابو عصام زميلي، لغاية ما ثبت شوية على الوضع ده ويقول كلام غير مفهوم.
ويعمل أصوات فحيح تعبان ضخم، وأوقات تانية صوت قطة متوحشة. ولما أبدأ أقرأ قرآن، كل الأحداث اللي شفتها بعناية واللي كنت متأكد من إنها حقيقية اختفت، وحتى الشخص نفسه اختفى، لكن اختفى مش بالشكل المعتاد، بمعنى مرة واحدة يعني، لا ده اختفى بطريقة تانية. عارف لما تشغل فيلم على الكمبيوتر بتاعك وتعمله استرجاع سريع للمشاهد وهو شغال، فتلاقيه بيرجع بسرعة جدا لغاية نقطة البداية؟ ده حرفيا اللي حصل، شفته قدامي بكل المشاهد بيتبدل وبيتشكل بسرعة جدا علشان أشوفه بيرجع لنقطة البداية والقاء الأول بيه. ولكن الأغرب إنه لما رجع للبداية في حاجة اختلفت. هي إيه؟ وهو خارج من المطعم ما بصليش ولا انتبه لي ولا عينه جت في عيني، وكان بيرتعش جدا وكأنه خايف مني. أول مرة أشوفه ضعيف كده من شدة تفكيري في اللي حصل ده واندهاشي. أنا كنت لسه بقرأ قرآن لغاية قبل نقطة البداية بلحظات، ولما وصلت شفته في نقطة البداية ولقيته خايف، أو حسيت إنه خايف، أنا بطلت قراءة. معرفش بقى، مستغرب من الاختلاف اللي شفته، خصوصا اني شفت كل حاجة فلاش باك وكل المشاهد اللي جمعتني بيه بمنتهى الدقة الا المشهد الاخير اللي كان مختلف، ولا اطمنت لانه خايف مني فبطلت قراءة. مش عارف الحقيقة. لما وقفت قراءة غمضت عيني علشان مش عايز اشوفه تاني باي شكل. في الكام ثانية اللي غمضت عيني فيهم حسيت بهدوء شديد جدا، هدوء مرعب، وبعدين سمعت صوت نفس، صوته عالي، نفس سخن، ريحته كريهة. أنا خايف أفتح عيني لأني مش عارف لما هفتح ألاقي إيه. أقول لكم إيه، أخايف من صوت نفس. في اللحظة دي جت لي فكرة، وهي إني ألف وشي علشان لو في حاجة قدامي ما أشوفهاش. فتحت عيني بحذر وأنا مرعوب، ضلمة. ظلام دامس، مش شايف كف ايدي. لما فتحت عيني لقيت ايه؟ لقيته في وشي، وشه في وشي. شفته ازاي ما تسألنيش، لاني انا نفسي ما اعرفش. او اختصر لك اللي حصل في كلمتين، ان الدنيا كلها ضلمة في ما عدا هو، وكأنه كان بينور. مش شايف غيره في الأوضة، غبت عن الوعي ومش عارف امتى فقت. لقيت في مكان غريب، مكان الحرارة في حركة، مفيش شباك ولا شايف باب، واقف على تراب ناعم جدا. وفي وسط التراب ده حسيت بحاجة بارزة تحت رجلي. حسيت لما وطيت على الأرض على البروز ده، حسست ما قدرتش أفهم هو إيه. من حسن حظي كان موبايلي معايا، طلعته ونورت الفلاش. جمجمة، أيوه جمجمة بشرية خارجة من الأرض الترابية دي، أو جزء صغير خارج منها. أيقنت في اللحظة دي إني في قبر، أيوه، معرفش إزاي وليه وإمتى، لكن ده اللي حصل. واللي اتأكدت بعدها إنه عمره ما يكون كابوس من بقية الكوابيس اللي بشوفها. ما فكرتش كتير، مدت إيدي على الجمجمة دي أو على الجزء اللي ظاهر منها، وأول ما لمستها سمعت صرخة مفزعة كأنها جاية من قاع الجحيم. حسيت بسخونة شديدة وكأني مديت ايدي في فرن، ولكن معرفش ايه اللي خلاني استحمل واكمل في اني اخرجها من الارض. لكن الغريب اني كل ما اشدها احس بمليون ايد بتشد الجمجمة مني، وكأنهم رافضين خروجها من الارض او من حوزتهم. معرفش ايه اللي جابني هنا، وايدين مين دي، ويا ترى جمجمة مين دي. وفي حيرتي وتفكيري حصل شيء مش قادر انساه دلوقتي. المعروف ان القبر بيكون ظلامه لما بيكون مقفول بالنهار ما بيفرقش عن الليل حاجه. اللي حصل كل شيء ظلام في القبر ما عدا الجدار. خليني اكون دقيق شويه، كلام مكتوب على الجدران منور نور شديد، وكانه اتسخر من قوه ما لي علشان اقراه. جمل متبعثره في كل مكان على الجدار ومنوره مولعه من النار. مكتوب لعنه، في جنب تاني مكتوب دم، جنون، دمار، جحيم، موت. وفي جدار تاني مكتوب أقسمت عليكم يا عمار هذا القبر،
أن تجعلوه خادما لسيدكم مطيعا لأوامره ملبيا لمطالبه. أقسمت عليكم بحق المارد المتمرد وحق ملوك الأرض ملوك أهل الأرض وخدامها أن تجعلوا روحه مسخرة لخدمة سيدكم الأعظم النمرود الجبل. وعلى جدار تالت مكتوب حصيلة القرابين ومفتوح قوسين وبينهم مكتوب اسم واحد، أيوة اسم حد أعرفه كويس جدا، حسام نجيب. عرفت مين؟ طبعا أيوة هو خطيب أختي، ومكتوب فوق اسمه بخط صغير جدا القربان الأول وبعدين نقطتين، ومكتوب يتبقى 9 قرابين لعود سيدنا لعهده وعرشه وفي مملكته ولعبيده وخدامه من أهل الأرض. في اللحظة دي وأنا منهمك في القراءة جات لي مسج من أختي أميرة بتقولي فيها: فارس أنت فين؟ أرجوك تعالى حالا، حسام خطيب بي أهله قلبين على الدنيا ومش لاقينه، والمفروض يعني أنه في أجازة. أنتوا متخيلين اللي أنا فيه؟ أنا واحد نام حلم بكابوس صحي لقى نفسه في قبر ومش فاهم إزاي. أنا محدش قال لي إني بمشي وأنا نايم قبل كده، وحتى لو ده حصل يوم ما همشي وانا نايم انزل قبر واقفل على نفسي الباب، اكيد غريبه دي. لا، ومطلوب مني اني اخرج ادور على حسام خطيب اختي، وانا نفسي محتاج اللي يدور عليا ويخرجني من اللي انا فيه. للعلم انا لغايه ما شفت حسام لما رجع من السفر كانت علاقتي بيه كويسه جدا وكنا بمثابه الاصحاب بجد، لكن من وقت ما شفت الراجل او العفريت اللي بشوفه في احلامي ده على هيئته وانا بقيت بكره حسام ومش طايقه خالص ومش فاهم ده حصل ازاي. ما استنيتش اقرا بقيه الكلام اللي على الجدران في القبر وخرجت جري عند الباب، ومتخيل انه زي ما بيحصل في الافلام انه مش هيفتح، لكن اتفتح بصراحه. نسيت اقول لكم اني وانا خارج جري ناحيه الباب اتكعبلت في كفن شكله جديد، ايوه جثه حد لسه ميت من وقت كبير ومتكفنه، لكن عرفت هو مين. عرفت ازاي؟ لان وشه كان مكشوف، وشه ازرق ومكتوب على وشه جمله واحده، وبقيت اللي مكتوب على وشه رموز واشكال غريبه ورسومات غريبه. الجمله دي كانت بتقول: تم قبول القربان الاول وفي انتظار المزيد. عارفين كان مين الشخص ده؟ ايوه هو اللي في بالكم. معرفش ده حصل ازاي وامتى ومين اللي عمل كده. الكفن كله كان مكتوب عليه الرموز والحروف والرسومات دي. يا نهار اسود ومنيل، مين اللي عمل العمله السودة دي؟ ده حسام ما كانش ليه اي اعداء. خرجت من القبر وانا خايف من كل حاجه حواليا حتى لو كانت مش مصدر خوف. وانا ماشي من المقابر في عز الليل سمعت اصوات ناس بتنادي عليا بصوت مفزع، وطول ما انا ماشي احس بخطوات ناس ماشيه ورايا. ولما اتلفت ملاقيش حاجه، استعذت بالله من الشيطان الرجيم وكملت مشي. وعلى ضوء الموبايل بفضولي سلطته على الارض ورايا، شفت اثر رجلين كائن، لكن مستحيل انه يكون انسان لان تكوين رجليه غير تكوين رجلينا احنا كبشر. اترعبت من منظر الاثر ده، لكن وانا ماشي لاحظت حاجه غريبه جدا. انا كل ده ماشي ودليل رؤيتي ضوء موبايلي اللي قرب يفصل شحن. الحاجه دي هي القمر، ما شفتوش من وقت خروجي من القبر. حتى لما وصلت المكان معزول من المقابر شويه وبصيت في السماء مش شايفه، لكن حاسس بضوءه، لكني عيني مش شايفاه. وماشي بكلم نفسي: وانا ايه اللي بيحصل لي ده؟ وحسام يا ترى مين اللي قتله؟ وقتله ليه؟ فجأة ومن العدم ظهر قدامي كيان ضخم طوله مش عادي، طوله تخطى طول سور المقابر، وفجأة بدأ يرد على أسئلتي بصوت بشع مرعب: أنت السبب في كل حاجة حصلت وشفتها بعينيك، أنتوا كده يا ولاد آدم دايما فاكرين إنكم الأذكى، وأول ما تقعوا في أول مشكلة تقابلكم تقولوا إننا السبب فيها، مع إن لو فكرت شوية هتلاقي إننا ملناش أي ذنب في أي خطأ بترتكبوه. يعني واحد زيك غبي عمل حاجة من غير ما يعرف مدى خطورتها عليه وعلى اللي حواليه. قلت له: انت مين؟ وانا مفزوع من شكله وضخمته ومنظره المرعب. قال لي: انا المارد المتمرد المسخر لسيدك وسيدي النمرود ابن جبل. قلت له: طيب انا مش فاهم انا عملت ايه؟ رد وقال لي:
ابحث بنفسك عن من يريد بك الشر. سأعود لاحقا للانتقام منك ومن من تسبب في دخولك عالم الأشراف أصحاب الأرض وأهلها. وبعدين اختفى وأنا جريت ومش لاقي المخرج بتاع المقابر. فجأة لقيتها، أيوة البوابة الخاصة بالمقابر. خرجت منها لقيتني قريب من طريق العربيات، وأول ما شفته أدركت إن دي مش مقابرنا. أيوة المقابر دي مش بتاعتنا، أنا عارف التراب عندنا كويس. أنا إيه اللي جابني هنا ويا ترى أنا فين؟ وقفت تاكسي وحمدت ربنا إني لقيت تاكسي في وقت متأخر زي ده. ركبت وقال لي على فين يا أستاذ، وأنا سرحان ومش معاه لكني سامع كلامه، ودماغي عمالة تجيب وتودي في كل الأحداث اللي شفتها من وقت ما قررت النوم لغاية حالا. غمضت عيني ورحت في دنيا غير الدنيا. شفت قدامي المقابر من جديد، وعمال بجري من حوش لحوش ومن قبر للتاني، بحاول أهرب من أصوات مش رجلين ولا 10 ولا 20، والله مش مبالغ لما أقول لكم آلاف الرجلين بتجري ورايا. بمنتهى السرعة اتلفت ورايا ومتيقن من إني مش هلاقي حاجة، لكني لقيت، أيوة أعداد مرعبة من كائنات شكلهم أشبه بالقرود ولكنهم أقصر، شعرهم كثيف، عيونهم دامية، أصواتهم مرزعة، وهدفهم إنهم يوصلوا لي. وأنا بجري بكل ما أوتيت من قوة في وسط الضلمة، ظلام مرعب ممزوج بأصواتهم وأصوات أنفاسهم. شفتهم وقدرت أحدد ملامحهم. إزاي قدرت أحدد ملامحهم؟ دول القمر في الكابوس كان ظاهر ولكنه ضعيف جدا ومنعكس على كياناتهم، بخلي وشهم منتهى الفزع. فوت على إيد حد بيضربني على وشي بالألم. فتحت عيني لقيتني ماسك في رقبة السواق وعمال يقول لي فوق، أنت جاي تموت في العربية يا عم، هي ناقصاكم بطلوا اللي بتشربوه ده بقى. أنا آسف يا اسطى، أنا آسف. قال لي أنا اللي غلطان إني وقفت لك في حتة مقطوعة زي دي علشان أوصلك، جزائي يكون ده. شكلك كده بتمشي وأنت نايم، قطعته بسؤالي. هو أنا فين كده يا اسطى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت مش عارف أنت فين. قلت له أصلي كنت عند جماعة قرايبي وهم اللي جابوني ونسيت اسم المكان. قلت اسألك علشان لو حبيت اروح لهم تاني ابقى عارف انا رايح فين. قال لي احنا هنا في الواحات وحضرتك ما قلتليش اوصلك على فين. قلت له الوادي الجديد. فضلنا ندردش سوا لغاية ما بالفعل وصلت، ولكن الليل كان زي ما هو وكأن الوقت مش بيمشي. بحط ايدي في جيبي علشان اديله حسابه، لقيتني لابس بيجامة نوم، معنى كده اني ما كنتش بحلم. وطبعا ما لقيتش فلوس في جيبي، استأذنت أطلع أجيب له حسابه من فوق. فضلت أخبط على الباب، أختي فتحت لي وكانت لابسة أسود. دخلت أوضتي أجيب الفلوس ونزلت حاسب السواق، ملقتلوش أثر. طبعا ما استغربتش من حاجة زي دي لأنه مش هيجي جنبي اللي بشوفه من وقت ما شفت الشخص الملعون ده في المطعم أول مرة. طلعت الشقة وأنا هلكان، وكنت سايب الباب موارب علشان أدخل وما أقلقش حد يفتح لي الباب. دخلت اوضتي واترميت زي الاموات. فتحت عينيا لقيتني الساعة 8 الصبح. قمت دخلت الحمام وغيرت هدومي وخرجت وانا في دماغي مشوار واحد عايز اروحه، معرفش حاجة بتلح علي اني اروحه فين. قلت لازم اروح لنقطة البداية، ويا اما فهمت ايه الموضوع واسباب ظهور الكائن ده هو واتباعه في حياتي، يا اما اموت بقى وارتاح من اللي انا فيه. وصلت المطعم وبدأت باوصاف الشخص ده، أسأل عن هويته ومين هو ومن هنا بدأت رحلة بحثي اللي ما استغرقتش أكتر من ساعة زمن لغاية ما وصلت له. في الأول بدأت أسأل الموظفين اللي في المطعم واللي وقفوا وأسأله يتهرب مني، واللي يشوفني من بعيد من قبل ما أسأله ولا يعرف إني حتى ما هستدعيه يبص له وكأنه شايف إبليس قدامه. وبعدها يتلاشى فكرة انه حتى يحسس نفسه بوجودي ويتجاهلني، لغاية ما لقيت راجل كبير في السن لابس لبس عامل نظافة والعمر باين عليه جدا، شعره كله ابيض، وهو اللي بيوقفني وبيبصلي بنظرات مريبة وبيبص اكتر حواليه. ولسه هتكلم قطعني وقال لي تعال معايا. رحت معاه بدون تفكير، لقيته دخل اوضه تقريبا كانت الاوضه الخاصه بعمال النظافه، تقريبا بيغيروا هدومهم فيها.
سألته حضرتك مين؟ قال لي أنا عمك درويش عامل نظافة هنا في المحل. وقال لي تعال يا ابني اتفضل، وبدون مقدمات قال لي انت بتسأل عنه ليه؟ انت واحنا في غنى يا ابني من اننا نعرف حتى مين هو، ليه بتدور وراه؟ قلت له هو مين يا حاج؟ هو مين اللي انا بدور وراه؟ وحضرتك عرفت مين اني جاي اسأل على حد؟ قال لي الاهم يا ابني من كده، حتى لو كان سبب في انه اذاك باي شكل نصيحة يا ابني اقفل الباب ده، لا احنا ولا انت قد اننا نقف قصاده، ده شخص اسوأ من الشيطان، اسوأ من الشيطان ذاته. انت لسه صغير، انسى الموضوع ده وابعد عنه وعيش حياتك، ولو فاكر نفسك انك هتقدر عليه تبقى واهم. قلت له حاضر يا حاج حاضر، مش هحاول اقف قصاده وهسمع كلامك. بيني وبينكم انا خفت من كلامه عنه. وبعدين قلت له انا هعمل اللي قلت لي عليه، لكن ارجوك حاول انك تسمع كلامي. وبعدها انا المسؤول عن اللي جالي، كل اللي عايزه اني اعرف مين ده وعايز مني ايه. وبدأت احكي له من وقت ما شفته لغاية اللحظة اللي بكلمه فيها. وبعدين قال لي يا ابني كان نفسي اساعدك، لكن انا نفسي في يوم من الايام حاولت اعمل زيك كده، مجرد انه بدون مبررات ظهر في حياتي وبدأ يأذيني ويخرب لي حياتي بمجرد فضولي. ايوه فضول شاب كله شغف وثقة في نفسه في انه هيكشف واحد دجال ومخاوي وكان راعي بلد بحالها. قلت له شاب على كده انت تعرفه من زمان؟ قال لي طبعا، ده واحد عاش حياته للأذية الناس اللي زيه وزيك وكتير غيرنا والعياذ بالله. شوف يا ابني علشان ما طولش عليك انا هحكي لك حكايته، وانا متأكد انك مش هتحاول تحكيها لحد، لمجرد اني ما تأذيش، واكيد انت شفت نبذة صغيرة من اللي ممكن يعمله. من حوالي 30 سنة جالنا النمرود ابن جبل، والناس كلها كانت مستغربة جدا من اسمه واولهم انا، ويمكن تعجبي من اسمه كان سبب من اسباب شكي فيه واني ادور وراه. وصل هنا البلد بسبب شخص كان طمعان يشتري المطعم ده بتراب الفلوس من صاحبه الحاج نجيب ابو عصام صاحبك، وهو كان رافض مبدأ انه يبيعه تماما لأي حد مش بس للراجل ده. بالمناسبة كان اسمه الباشمهندس رفيق، وحاول بأكتر من طريقة انه يقنع الحاج نجيب انه يبيع له المطعم، وصاحب المطعم رافض لغاية ما في مرة من المرات اللي كان بيجيله المطعم هنا ويقابله فيها قال له شوف يا حاج نجيب المطعم ده انا هاخده بالذوق وبالفلوس، هاخده بأي طريقة تانية هاخده. طبعا الحاج نجيب قبل التحدي قدامه وقال له مش هبيعه، يعني مش هبيعه، واظن البيع مش بالعافية يا باشمهندس. وبعدين وقف وقال نورت وشرفت، وكان شبه طرده. خرج رفيق وهو في قمة غضبه وهو خارج من الباب، الحاج نده له قال له اسمع لو جيت هنا مرة تانية انا مش عارف ممكن اعمل معاك ايه. رد رفيق عليه وقال له هتندم يا يا حاج، ومشي. مشي رفيق. في الوقت ده يا ابني كنت صغير وكنت لسه جديد هنا في الشغل، للعلم عمك نجيب اكبر مني سنا، ما يغرقش شكل الكبير، انا عمري 55 سنة، لكن اللي شفته يكبر اللي قدامي انه يعاملني اني اكبر بكتير من كده بسبب الشكل اللي اتغير بسبب الفزع اللي شفته في عهد الراجل ده. المهم ما طولش عليك، بعد اللي حكيته لك ده بتلات ايام دخل الراجل ده المطعم هنا، وكان شكله مفزع. ايوه ظهره محني ودقنه طويلة وفيها كام شعرة اطول يا ابني من شعر دقنه العادي بشوية، ولونهم كان مختلف عن لون دقنه. وشه شبه وشوش الاموات، منزوع منه الحياة، عينيه مش شكل عينينا كده، عينيه كانت كلها سودة واوسع بشوية من عينينا، ملامحه كلها غضب وشر. وبدأ يبص على جدران المكان وكأنه بيكلم ناس على الحيطان وانا مش شايفهم، والغريب ان محدش من المكان ومن الناس اللي كانت شغالة معايا كان واخد باله من ده، كله تقريبا غيري انا. وبدأ يتكلم كلام غريب مش مفهوم، واللي كان بيقوله مش تمتمة ولا مجرد كلام بصوت واطي، لا
ده كان كلام بصوت عادي عادي جدا، مسموع زي اللي بكلمك بيه دلوقتي يا ابني. وما فهمتش يقصد ايه باللي بيقوله ده. كل اللي فهمته جملة: اجيبوا توكلوا وابدأوا اتوني مسرعين عليكم تلبية النداء. وبعدها خرجت من مكان ما دخلت للحاج نجيب وعرفته اللي حصل. معلقش، وبعدين قال لي: بحكم اني من الناس المقربين لي، انا عايز 2 حرس يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد خلاف الزباين وبس. اي ضيف عايز يقابلني المقابلات في المكتب بتاعي اللي جنب المحل، لان الفتره الجايه هكون في المكتب، واي شكاوى تجيلي على مكتبي. قلت له: حاضر يا حاج. وبالفعل تاني يوم كنت جايب له طلبه. وفي اليوم ده على حوالي الساعة 5 مساء رحت البيت يا ابني، ملقيتش اي حد من اهل بيتي نهائي موجود في البيت. قلت يمكن تكون مراتي راحت لاختها، اتصلت باختها من التليفون الارضي، محدش رد. قلت اكيد مش سامعين التليفون. ودخلت المطبخ حضرت حاجة اتغدى بيها واكلت وقعدت شوية قدام التلفزيون. وبعدها النوم كبس عليا ودخلت اوضتي علشان انام، ولسه بنور الاوضه مش راضي ينور. لمحت حاجه قاعده في ركن من اركان الاوضه، جسم اسود قاعد في الارض ومديني ظهره. قلت: مين انت؟ مين؟ محدش رد. اتحركت وانا برتعش رايح ناحيته بحذر شديد، لسه احط ايدي على كتفه في لحظه كان واقف قدامي ووشه في وشي ونور الاوضه اشتغل. وكل ده حصل في جزء من الثانيه. ايوه، كان هو الشخص اللي شفته في المطعم، وشه مرعب، ملامحه مفزعه، اسنانه مدببه بنفس الاوصاف اللي وصفتها لك عنه، ولكن المره دي كل الفزع ده في وشي. صرخت لكني صوتي ما خرجش. ولقيته اتكلم وقال لي: الويل لكم، كل الويل، اللعنات الدائمه لكم وعليكم. بعدين عينيه اتعدلت وبقت زي عينينا، وقال لي: انت غبي، فاكر انك بالحرس اللي جبتهم دول هتمنعني من اني ادخل المحل؟ فاكر انك بكده بتحميه مني؟ اللي ما تعرفوش ان المحل كله بقت بتحرسه عشيرة جن كاملة من خدامي، وقريب جدا محدش منكم هيفكر في حاجة غير انه يهرب من المكان ده. وانت انا ممكن اسامحك، مع انك دورت ورايا كتير. تحب اقولك انت عملت ايه؟ تحب اقولك اتكلمت وبتتكلم مع مين عني؟ تحب تعرف اتكلمت وقلت ايه؟ ومع ذلك ممكن جدا اسامحك، لكن بشروط. بصيت له لان صوتي متحاش بنظرة فيما معناها مش قادر اتكلم. قال لي: انت وافق على شروطي؟ في اللحظة دي لقيتني قادر اتكلم. لقيته بيقول لي: اول شرط تسيب الشغل ده، الشرط التاني تقطع علاقتك بصاحب الشغل، الشرط التالت والاهم محدش يعرف ايه اسباب اللي عملته، ولو حاولت تتكلم انا غضبي محدش يتحمله. تحب مراتك ما تشوفهاش تاني؟ تحب بنتك تكون من اللي بيخدمونا؟ وبعدها قلت له وانا برتعش: امرك يا سيدي، هعمل اللي تقولي عليه. واختفى. وبالفعل تاني يوم لقيت مراتي نايمة جنبي وبنتي في سريرها في نفس اوضتنا. وفعلا لما قمت كنت عملت كل اللي امرني بيه بدون نقاش. بعدها باسبوع تقريبا التليفون رن، رفعت سماعته، كانوا المطعم بيكلموني. ايوه، ده صوت المدير. سبت السماعه مرفوعه وقلت لمراتي: قولي لهم اني تعبان وهاخد اجازه. ردت قالت اللي قلت لها تقوله. وبعدين سمعتها بتقول: ايه؟ طيب، حاضر، هبلغه حالا. وقفلت الخط. قلت لها: في ايه؟ قالت لي: واحد في المطعم لقوه مقتول وعايزينك هناك حالا علشان التحقيق. لبست هدومي وقلت لها وانا بكمل لبس: ما قالوش مين اللي اتقتل؟ قالت لي: لا، هم نفسهم ما يعرفوش هو مين. قلت لها: ازاي يعني مش عارفين؟ قالت لي: اصلهم لقوا وشه ما فيهوش ملامحه مشوهه تماما. سبتها وجريت على المطعم وبتقول هيقتلني، عايز اعرف مين اللي مات. قلت هيحصل اللي يحصل. وبعدين فكرت وقلت: طيب ما هو اقل ما تروحش تاني،
ولو رحت هأذيك. قعدت على قهوة قريبة نوعا ما من المطعم أتفقد الأحداث من بعيد، يمكن أفهم حاجة، لغاية ما لقيت واحد من اللي شغالين معايا هناك في النظافة وسألته: هو مين يا سيد اللي مات؟ قال لي: أبدا مفيش حاجة. قلت له: نعم؟ قال لي: أيوه مفيش حاجة، وأنت ما بتجيش ليه؟ قلت له: أنا تعبان، أنا واخد أجازة. بس إزاي مفيش حاجة؟ ده في ناس، في حد اتصل وبلغني وقال إن في حد اتقتل. مفيش حاجة خالص، مفيش حاجة خالص من الكلام ده. ومن هنا فهمت إنه بيحاول يوقعني علشان أروحه وينتقم مني. ورجعت البيت وأنا هتجنن، إزاي اللي بيحصل ده؟ وأول ما وصلت التليفون رن تاني، والمرة دي كان المهندس رفيق. ألو، إزيك يا دبويش؟ يا ترى لسه الحاج راكب دماغه ومش عايز يبيع؟ قلت له: مش عايز يبيع المطعم؟ قلت له: أرجوك، أنا ماليش دعوة بالموضوع ده نهائي. قال لي: ما أنا بكلمك علشان الموضوع ده ما يتطورش عن قرصة الودن اللي عملتها له. شوف، لو أقنعته إنه يبيع لك عندي مكافأة كبيرة، لو أقنعته إنه يبيع لي المطعم، لك عندي مكافأة محترمة. ومش بس كده، هترجع المطعم وهتكون مديره، ومرتبك هيعلى عن مرتب المدير نفسه، هم 24 ساعة. ويا إما أقنعته إنه يبيع، يا يقول على نفسه يا رحمن يا رحيم. وقلت له: طيب الراجل اللي انت جايبه ينتقم لك من الحاج؟ قال لي اني اقطع علاقتي بيه، ولو ما نفذش كلامه هيأذيني. قال لي: الكلام ده انا اللي طلبته منه انه يعمله، لكن بصراحة انا غيرت الخطة من وقت ما عرفت انك مقرب بالنسبة للحاج، يعني تقدر تفيدني. وانا وعدتك، مش هو ابوك الروحي وصديقك الصدوق؟ سلام يا حضرة مدير المطعم. الموضوع يا حضرة مدير المطعم، الموضوع يا ابني في الأول كان مغري بالنسبة لي، لكن إزاي أعمل كده في عشرة عمري؟ قفلت معاه وخرجت، رحت للحاج علشان أقنعه بالبيع. لقيته بيقول لي: خلاص يا درويش رفيق، شوكته اتكسرت. قلت له: يعني إيه؟ قال لي: الراجل اللي حكيت لي عنه، اللي رفيق جايبه ينتقم مني. ماله يا حاج؟ خلاص مات. قلت له: نعم؟ قال لي: ايوه، وانت اللي ليك الفضل بعد ربنا في موته. وخلصنا منه. قلت له: انا؟ قال لي: طبعا. لما مشيت من هنا، يوم ما جبت لي الحرس، دخل شخص شكله غريب جدا، واحد من الموظفين شافه وجي قال لي: نزلت اشوفه لقيت واحد من الحرس واقف قصاده ومنعه من الدخول، حاول يدخل معرفش. لقيت الحارس ده طلع حاجة من جيبه، اعتقد كانت سكينة، وغرسها في قلبه، وقع ومحطش منطق تاني. ولما سألت الحارس ده: عملت كده ليه؟ انت هنا واقف تمنع دخول الناس المشبوهة وبس، ما وصلتش للقتل؟ انا ما قلتلكش اقتل. ولقيته بدأ يحكي لي عناوين من سوابق الراجل ده معاه هو واهله، وكانت عبارة عن مأساة عاشها هو واسرته سبب الراجل ده. وفي وسط الكلام جاب لي سيرة رفيق، فعرفت انه هو ده اللي جايبه لي رفيق، وان دي مش اول عملية نصب يعملها رفيق بمساعدة الدجال ده. ومات الدجال وما حصلش حاجة تاني. بفكركم، انا فارس رديت على عم درويش اللي حكالي قصة اغرب من الخيال، وقلت له: طيب انا ايه دخلي في كل ده؟ قال لي: بص، اللي انت فيه ده بسبب انك صاحب ابن الراجل، صاحب المحل هنا، والراجل ده اللي هو الحاج نجيب بقى بالنسبة لهم ملعون حتى بعد موت اصل الشر الدجال نمرود ابن جبل، لان هو كان ساحر قوي وليه اعوان وخدام من الجن عايشين وبينفذوا العهد اللي اخدوا عليهم، لانه يا ابني والعياذ بالله كان عبد ليهم، علشان حتى بعد ما ماتوا يتمموا العهد اللي عملوا معاهم. قلت له: طيب وانا هعمل ايه الحل؟ قال لي: الحل مش هيبسطك. ليه يا عم درويش؟ اصلك مش هتقدر على فراق صاحبك. يعني ايه؟ يعني تنسى انه ظهر في حياتك، تقطع علاقتك بيه نهائي، وكمان ما تفكرش
في أي ذكرى كانت بتجمع بينك وبينه. ودي نصيحة مني، مهما كانت جميلة، لأنك حتى لو قطعت العلاقة بدون قطع التفكير، ده في حد ذاته ممكن يرجع لك اللعنة، يرجعها لك تاني، وكمان تسيب المنطقة دي خالص وتسكن بعيد عن هنا. يعني ايه؟ يعني تاخد أهلك وتمشي من هنا، ولا وتمشي من هنا حالا. ولما انعزلنا واخدت ماما واختي وبابا ومشينا من البلد بحجة اني عايز اشتغل في مصر شغلانة كويسة جاتلي بمرتب كويس جدا هيغنينا من معاناة المعيشة، ووافقوا وسافرنا على مصر. القصة دي كتبها لعبد الله، اتمنى انها تعجبكم او كانت عجبتكم، ولو عجبتك يا ريت تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة انزل حالا اشترك وفعل علامة الجرس ليصلك كل ما هو جديد. كان معكم احمد ربيع من قناة قصص رعب مع كابو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.